السلام عليكم، معكم ماجد أتخيل. نبدأ اليوم أول حلقة من سلسلة أندرويد ياد، بتكون إن شاء الله مختصة في التطبيقات الخاصة بنظام الأندرويد. طبعا مشته نظام الأندرويد عندنا اسم جالكسي أو سامسونج، حكم أكثر جهاز منتشر في السعودية والمنطقة العربية بشكل عام. الشغلة الثانية اللي بنركز إن نظام الأندرويد غير مختص بسامسونج فقط، هو نظام خاص بشركة جوجل ويعمل تحت أكثر من شركة تستخدم نفس النظام، منها موتوريلا، اتش تي سي، سوني. عموما بنركز في السلسلة هذه إن أسبوعيا ننزل لنا حلقة نتكلم فيها من 5 إلى 10 دقائق عن مجموعة تطبيقات مفترض إنها تكون مميزة ويحتاجها المستخدم. طبيعة الحال السوق يعني وصل عدد تطبيقات في حدود أكثر من 700,000 تطبيق، بنحاول نقدم كل حلقة الأفضل ومميز. إذا رجعت إذا اشتركت معنا بالقناة بتحصل إن شاء الله بتابعنا، رغبت متابعتنا، اشترك بالقناة، دعمكم مهم لنا يفيدنا إن شاء الله. الأمر الثاني ما هو مضطر انك تتابع الحلقة كاملة، اذا ما عندك وقت تحصل الشرح اسفل الشرح وصل التطبيقات اللي احنا تكلمنا عنها، ممكن تدخل من خلالها تصل السوق قبل وتنزل تطبيقات وتجربها بنفسك بدون ما ترجع للشرح. طبعا اذا ترغبون التواصل على تويتر تحصلون على ماجد اندرويد، او على البريد اذا عندكم اي استفسار، او على الشات فيسبوك تحصلون ان شاء الله دائما موجود عليه. ممكن ترجع الموقع majidblog.com بتحصل بعض الشرحات ممكن تفيدك. بالنهاية قناة يوتيوب يسعدنا انكم تتابعون وتشتركون معنا، بحكم ان الحلقات كل حلقة بتكون هناك كلام عن مجموعة تطبيقات، مرة نتكلم عن مثلا الحلقة القادمة واللي بعدها نتكلم عن تطبيقات اللي تهم المستخدم الجديد من نظام الاندرويد، بدأت تروح تسأل وتشوف بنوفرها لك، فبتجدها إن شاء الله في الحلقة القادمة اللي بعدها. في حلقات بتكون مثلا مختصة بموضوع معين مثل مصاحف القرآن، ما هي أفضل المصاحف الموجودة. ممكن حلقة ثانية برامج عن تصوير مثلا، ممكن ما يكون الحلقة مرتبطة التطبيقات فيها ببعض ولكن مجموعة أفضل التطبيقات. فبحكم احنا الاسبوع القادم الجاي بنتكلم عن اهم تطبيقات المستخدم الجديد، خلنا نشرح لكم شوي عن السوق الرسمي لتطبيقات الاندرويد اللي هو معروف باسم جوجل بلاي. طبعا هناك في اسواق موازيه مثل وان موبايل وغيرها، انا شارحها في حلقه في حلقه خاصه عن اسواق غير رسميه، بضع لك الوصله في اسفل العرض ممكن ترجع له. خلينا نبدأ الحين شرح بسيط مبسط عن فكرة السوق الرسمي الخاص بجوجل. زي ما انتم شايفين هنا الآن بيظهر لنا الصفحة الأولى أو الرسمية الرئيسية في جوجل. طبعا زي ما انتم شايفين التطبيقات الموجودة في الصفحة الرئيسية هي عبارة عن إعلانات مدفوعة، يعني صاحب التطبيق حاط ودافع فلوس له، هي الأفضل. إذا بتشوف الأفضل نظر جوجل بلاي تختار خيار المحررين وتشوف أفضل التطبيقات اللي محطينها لك. طبعا على اليسار بتحصل فئات، السوق مقسم لفئات، وسائط، ترفيه، تسويق. على اليمين بتحصل أهم تطبيقات مجانية أو مدفوعة أو جديدة، تطبيقات جديدة نازلة. هذا العام عن الوجهة الصفحة الرئيسية عندك خيارات هنا سيرش، وعندك في الأسفل تطبيقات. عندك طبعا ما هو بالأسف عندك الآن لو نختار أي تطبيق، الآن نختار هذا التطبيق مثلا، تظهر لك الصفحة الرئيسية أو صفحة التطبيق. طبعا أي تطبيق بتدخل عليه بيعطيك نفس النموذج باختلاف المحتوى حسب التطبيق. طبعا مثلا قدامنا تطبيق الاس تي سي شركة الاتصالات السعودية،
عندك في الأعلى هنا السيرش، عندك هنا مشاركة التطبيق إذا بتشارك مع أحد، الزر على أي سيرفر يرجعك للصفحة الرئيسية اللي تثبيت البرنامج عن طريق المربع السماوي. بعض التطبيقات ما تحصل كلمة تثبيت، بتحصل مبلغ، إنه مبلغ مدفوعه، هذا يختلف عن هذا. الفكرة بالنهاية إنه بيثبت لك البرنامج. نرجع للصفحة الرئيسية للتطبيق، عندك هنا بيكون هناك صور عن تطبيق، تضغط عليها يخبرها لك، وممكن مقطع فيديو. عندك بعدها شرح لعدد التنزيلات، حجم عدد التنزيلات. طبعا عدد التنزيلات مهمة إذا جيت داخل تطبيق، لو حصلت تطبيق مثلا أي تطبيق فوق 10,000 50,000 تنزيل أو تحميل، غالبا يكون ثقة التطبيق. لأقل من كذا يبغى لك تكون حريص، تتأكد أثناء تثبيت التطبيق تتأكد من الأذونات اللي موجودة فيه. بعض النظام بالسوق جوجل بلاي إنهم يسمحون لأي شخص ينزل تطبيق بدون ما يتابعون هل التطبيق ذا فيه فيروسات، فيه مشاكل، ياخذ صلاحيات أكثر من اللازم. غالبا الناس يسوون بلاغات عليه ويتم حذفه. نادر ما وصل تطبيق فوق 5,000 ما حد انتبه له. فالأذونات موجودة هنا، يكون لنا شروحات بعدين كيف تعرف الأذونات. هي إذا ضغط عليها طبعا بيوضح لك الشرح الإذن اللي يسمح له إذا نزل التطبيق له قدرة. هذا التطبيق مثلا معرفة مزاد الهاتف الجهاز، يقدر يعرف رقم تليفونك، رقم تسلسل حق الجهاز، أفكار مثل هذه. ممكن يحدد موقعك، طبعا هو بيحتاج يحدد موقعك، هذا التطبيق انه خاص بالفنادق والطيران، لابد يعرف موقعك عشان يحدد. هذه صلاحية منطقية، ولكن في بعضهم ياخذ صلاحيات ما يحتاجها. بس اعرض لكم هنا تطبيق، هذا تطبيق نور، اذا طلبنا تثبيته تطبيق نور. طبعا نور برنامج حق خاص في المتابعة الدولية والأمور أو ما شابه، فكل اللي موجود في التطبيق شروحات. فإذا جلست تشوف الأذونات أو الصلاحيات يحصل عليها، ما يعني قراد يقوم بعمل اتصال بهاتف بدون ما ياخذ إذن، التطبيق ما يحتاج يتصل على أحد، ورغم ذلك هو فاتح الصلاحية هذه. هذا اختراق للخصوصية، ما دام البرنامج ما يحتاج عمل اتصالات، ليش هو حاط الخاصية هذه؟ فأنت لابد تنتبه عند التنزيل، عند يعني هذه لازم تنتبه ان شو اسمه، هل التطبيق فعلا ما أخذ صلاحيات مناسبة له او لا. هذا بخصوص ما زي ما قلنا بعد التنزيلات واثناء تثبيت البرنامج. عندك هنا شرح عن البرنامج، هنا تعليق المستخدمين، المطور، بعض المطورين يصير عنده أكثر من تطبيق فيحط لك زي مثلا التطبيق هذا، إذا نزلت في أسفل تحصل الخانة دي مزيد من إنشاء المبرمج التطبيق، عنده أكثر من تطبيق. إذا أنت بتحاب تتعرف على التطبيقات الأخرى اللي نزلها نفس الشخص. طبعا إذا زاد أسفل بحصل شاهد مستخدمين، ثبت المستخدمين، نوع من فتح الباب للمشاركة أكبر عدد أو ظهار أكبر عدد من التطبيقات. أهم نقطة أو أهم آخر نقطتين، النقطة الأولى اللي هي إبلاغ عليه، إبلاغ عن التطبيق إذا شفت أي ملاحظات سلبية، محتوى جنسي مبالغ فيه، ألفاظ عنصرية، تطبيق يهاجم الإسلام. يعني نرجو أنك تحدد الهدف من العيب في هذا التطبيق، تسوي إرسال، تكتب الملاحظة حقتك، يرسلها تلقائيا للسوق، يصير ويحدث البلاغ عندهم، أنت تبلغ، فلان يبلغ، ويتم إلغاء التطبيق بالشكل هذا أو حذفه من السوق الرسمي. النقطة الثانية أو الأخيرة بلا صح، إذا ضغط على زر الخيارات يظهر لك هنا قائمة. المهمة عندنا هنا الأولى، قائمة المفضلات. القائمة هذه عبارة عن إيش؟ ممكن أنت شايف التطبيق هذا عاجبك بس ما عندك وقت تنزله الآن، أو ما عندك إنترنت إنك تنزل تطبيق
عشان ما يستهلك من باقة الإنترنت. فالموجب اللي فوق في أعلى الشاشة تضغط عليه أضاف لك قائمة الرغبات، اللي هي القائمة هذه صار موجود هنا. مثل ما رجعت أو وجدت شبكة واي فاي تضغط على التطبيق تقدر تثبته على طول. النقطة الثانية بقائمة الخيارات هنا عندنا الإعدادات. الإعدادات عندنا هنا في أكثر من نقطة، عندك التنبيه إذا صار في تحديثات جديدة، تحديث التطبيقات التلقائية، أي تطبيق ينزل تحديث على طول يقوم السوق يحدثه لك من دون ما يستأذن منك، بعض ما يفضل الخيار هذا. تحديث يكون عن طريق الشبكة الواي فاي، بعضهم ما يصير باقة حقته ما تسمح. إضافة دعوات تلقائية، هذه أي تطبيق ينزله لك أو تحمل تطبيق من السوق يروح يحط لك نسخة على سطح المكتب، إذا ضغط عليه صح يصير تلقائيا يحط لك نسخة، وأنا ما أنصح فيها لأن سطح المكتب له أغراض أخرى. عندك تأمين الإعدادات، طبعا في أول مرة بيطلب منك تسجيل رقم. الفكرة هنا عندك أول نقطة وضع رقم سري، عشان إذا جيت مثلا في استخدام رقم تعريف للشراء، جيت اشتري تطبيق جديد تحط الخيار ذا أساس أنك إذا بغيت تشتري تضيف الرقم السري، حيث ما يجي أحد يستخدم جهازك وروح يشتري تطبيقات على حسابك وانت ما تراغب فيها. عندك تصفية المحتوى، تصفية المحتوى الفكرة منه أنه في تطبيقات فيها محتوى جنسي، في محتوى عنف، فتتخلص من المحتوى الجنسي والعنف من خلال إلغاء التام والمتوسط. الإشكالية اللي هنا أن إذا لغيت الصح على بلغة التام والمتوسط، في بعض التطبيقات جدا بحث عنها ما تحصلها أو أنها مشهورة زي تويتر. فالحل والشيء أنك ترجع تسوي إظهار الجميع وتبحث وتحصل تطبيق بطريقة ذي. بعد ما تنزل التطبيق ترجع تحذف تغير الإعدادات بما يتناسب بالنسبة لك. طبعا لمعرفة الوصف أكثر ممكن ترجع للمزيد حول تصفية المحتوى تتأكد منه. في شغلة ثانية هنا ضرورية أشرحها لكم، بالنسبة للتطبيقات المدفوعة، إذا بغيت تشتري تطبيق ما أنتم شايفين زر هنا يضغط عليه بيطلب منك تثبيت بطاقة الفيزا. إذا ثبتها أول مرة خلاص، بس كل مرة مجرد ما تضغط على الزر الخاص في الشراء يظهر لك ذي يطلب تأكيد الشراء، تضغط عليه. عندك فرصة تقريبا ربع ساعة نص ساعة، بعض المواضيع يعطيك إلى يوم كامل جرب التطبيق، إذا ما عجبك ما ناسبك ممكن تحذف التطبيق ترجع لك المبلغ تلقائيا لحسابك مرة ثانية، فالأمر راجع لك. كذا تقريبا احنا غلقنا الفكرة كاملة. بعضياً إذا باقي نقطة أخيرة اللي هي إذا رغبت في معرفة نسخة جوجل بلاي، كل مرة هم يحدثون تطبيقهم حق هذا فتحصل نسخة الستار موجودة في الأسفل هنا. كذا شرحنا الفكرة الرئيسية. في النقطة دائماً تهم المستخدمين الجدد نشرحها بشكل سريع هنا. إذا علقت على زر الهوم تظهر لك برامج أنت فاتحها، مفترض انك تضغط علقت تسحب التطبيق الى الجهة اليسار عشان ينحذف. والطريقة الافضل تضغط على مدير المهام، تضغط على مسح الذاكرة، يقوم بتخفيض الذاكرة، الذاكرة الحين تعمل بطاقة 55 ميجا بايت، تضغط على مسح الذاكرة بيخفي لك تنزل تقريبا 400-300، وهذا يخفف الضغط على الجهاز. وكل مرة تستخدم الجهاز لفترة طويلة اضغط زر الهوم وسوي مسح ذاكرة. هذا كل شيء يوم الحلقة القادمة واللي بعدها ان شاء الله نتكلم عن اهم التطبيقات المستخدمين الجدد. تابعونا على تويتر وتحت الخدمة، اذا عندكم استفسارات
عن طريق بريد جيميل او جدون على الشات فيسبوك. ارجعوا للموقع ماجد بلاك تحصلون بعض الشروحات تهمكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة يوتيوب. شكرا لكم واستماعكم. السلام عليكم.